السلام عليكم، معكم محمد الحشوش، مدير شركة أوربان موب اللي دارت لو بروجي ديال البسكليت. كيف ما من آخر مرة خرجنا بأن روبورتاج ليومنا هذا، فريمون لو بروجي غادي لواحد الهاوية خايبة، حيت أصلا داكشي اللي علاش مديور والأسس علاش مديور، ما كاينش حتى شي واحد اللي بغى يسمع لي، ما كاينش حتى شي واحد اللي بغى يسمع ليا، ما كاينش حتى شي واحد اللي بغى لي بغا زعما اللي عطا واحد لو كود بوس بور لو بروجي. كنتمنى في هذه الايام، حيت ما بقاش ما نكذبش عليكم في هذه المدينه العزيزه عليا، زعما سي مالوغو، ولكن كيبان ليا يمكن لو بروجي ديال باسكليت غادي في واحد لو ديكلان خايب بزاف. ميم سي لي اوتوريزي، ميم سي عنده كلشي الاوراق ديالو، استوفى جميع المساطر الاداريه، ولا لا يلاه هادشي هذا هو حال المدينه. كان طالب غير يشوفو في البروجي، يشوفو غير يشوفوه ك ما يشوفو كاع فيه داك لو كوتي ديالي انا، يشوفو غير كواجهه ديال المدينه، شي حاجه اضافه للمدينه. ولا هما عندهم شي حلول، الا هما كيفكروا احسن مني وكيفكروا احسن من الناس كلهم، انا مرحبا. انا ما بغيتش غير داك البروجي، ما بغيتوش زعما، ما بغيتوش يمشي، ما بغيتوش يضيع، وما بغيتش المدينه تضيع. هي المدينه ما ضايعه شحال من حاجه ضايعه في المدينه الا جينا نهضروا، ولكن بحال هذاك لو بروجي زعما ما سورتو كو هاد لا سيزون، يلا غادي تبدا لا سيزون اللي الناس اللي توريست كيجيو، ولي توريست هما اول كليونتيل سيبل ديال لو بروجي. مالوروزمون ما قدرناش نكملوا العام مع الناس ديال اكادير، ما قدرناش نكملوا العام مالوروزمون، وشكرا.